حصر المعاملات المالية في وزارة المالية. يعني ايه؟ يعني انت لما تيجي كل وزارة او كل مؤسسة او كل حاجة فيها فلوس، بتلم فلوس، بتبيع، بتشتري، بتعمل خدمات، بتقدم حاجات، بتمسك فلوس. الفلوس دي بتلاقي المستشارين بياخدوا، الكبار بياخدوا، بتقسم شغل كتير جدا والله اعلم اللي بيكون. لا، احصر لكل المعاملات المالية بشكل قاطع. يعني لو هيتعين من وزارة المالية في كل مكان حد موظف هو اللي بيمسك الفلوس عشان يوردها للمالية، وتبقى دنيا واحدة بتتجمع في شكل الفلوس دي في مكان واحد، عشان يعد هو يعني المالية هي المسؤولة عن توزيع هذه الأمور، عشان الفلوس دي عشان خاطر تعرف تعمل الحسابات بتاعتها. زي ما ضربنا مثلا بأوروبا، أوروبا الناس هناك كل واحد معروف حسابه إيه، بيقبض إيه وبياخد إيه. فكل إنسان له وظيفة في مكان ما، المكان بتاعه بيبعت للماليه: انا عندي موظفين قد كده ومستحقاتهم الماليه قد كده، درجاتهم الوظيفيه كده، والماليه هي اللي بتحدد وتبعت لكل واحد في حسابه البنكي المبلغ بتاعه. عشان خاطر ايه كمان بالاضافه للنقطه اللي جايه اللي هو الحساب التكميلي؟ عشان الماليه هي المسؤوله عن انها تشوف مين اللي ما وصلوش الراتب بتاعه اللي ما يكفيش عدد اسرته، اللي هو تكمله من الحساب التكميلي صندوق تاني كده معمول. انما انت تيجي دلوقتي تقول لك الصناديق الخاصه، تسمع عنها ايه الصناديق الخاصه؟ اموال يا حاج، اموال اموال كده للمعلمين بقى، كل واحد عايش في حتته، والحاجه الفلانيه بتروح للجماعه الفلانيين، والاعلانيه بتروح للاعلانيين كده، واتفرجوا انتوا واسمعوا اهل البلد. مش ده الموجود؟ لا، كل ده يتلم. وهنقول يتلم ازاي؟ طريقه برضو سهله جدا. والممتلكات، واللي واخد اراضي، واللي واخد بتاعه، واللي بنى على مش عارف ايه، كل ده والله مقترح قد كده هنقوله دلوقتي ان شاء الله، بسيط جدا يتعمل. بدل ما تقعد تقول ندور على ذمم ماليه، وتقعد تدور وناس ترفع قضايا، ويا عالم اللي هيفلت من القضايا ده قد ايه، واللي مش معروف اللي عنده قد ايه. لا، انت لفها من الناحيه الثانيه، ان الفكره والمقترح في حصر الممتلكات، لان دي مهمه جدا. لان انت لما تيجي تسالني عن اللي هتعينهم في وزاره العداله الاجتماعيه، لا ده انت مواردك كتير قوي قوي، المسروقات لوحدها تغطي البلد باللي فيها، وهنقول هذا الكلام. فانت الماليه مسؤول عن ان هي تاخد كل الوظائف دي الحكوميه دي، وتشتغل على هذا الكلام، وتدي للناس مستحقاتهم من رصيد، او كل واحد في رصيده في البنك بتاعه اللي هو معمول له بيه حساب، وله فيزا كارت بيروح يسحبها من المكنه بتاعته، عشان يراعي مشاعر الجميع. ما حدش عارف مين اللي بياخد حساب تكميلي، اللي هو اصله اللي هو ما تبقى من الدعم يعني، او اللي هو مستحق للدعم. طب ايه بقى موضوع الحساب التكميلي؟ ان انت بتعمل لكل واحد فلوسه ودخله الطبيعي اللي هو بيقبضه مش مساوي العدد الاسره بتاعته، ده بيتكمل له من هذا الصندوق مبلغ. ما تتدخلش في انك تديله رز كذا ومش عايزه، ما تتدخلش في انك تديله دعم معرفش ايه ومش طايله، ما تقوليش انا هدعم بنزين بكذا عشان هم ما بياخدوش. يا اخي اديله الجنيه في ايده هو، في الكارت بتاعه هو، في المكنه بتاعت البنك بتاعه هو، يجيب باللي هو عايزه هو، ده الصح. ويبقى المبلغ ده ليه هو بس، مش للدنيا كلها، واللي يطول نازل الدعم كده اهو، واللي يلحق يكوش بقى، يبقى الدعم ده زي الميه اللي ماشيه كده، واللي يلحق يدخل عنده في القناه بتاعته، واخر واحد ما يطولش عنه مطار. لا، احنا بقى جايين ايه سدين عن ده كله. طالما انك بتاخد يبقى انت حضرتك بيوصلك، يبقى احنا نوصل الايه الحاجه اللي مش واصله دي اللي ما وصلتوش لوحده. طب الراجل ده اترقى وشغله زاد، يتقص منه الحته الزياده دي. طب ابنه اتعين في وظيفه خلاص بقى العدد قل، يبقى يتشال منه الحته ده. على فكره انا مش مألفه، ده موجود، يعني موجود في اوروبا بتعمل كده. لو انتوا بتتكلموا عن التقدم والتكنولوجيا والدنيا والحياه العصريه وبتاع، وبلاش الشرق الرجعي لا، عايز التقدم الغربي تعالى، لكن ما تقلدليش التقدم الغربي في مسائل يعني هي مش مفيده بالنسبه لنا، وسايب المسائل المهمه. الناس دي بتقعد تحسب لكل واحد كده، ويشوف المواطن هو احتياجاته ايه. ويعني انا عندي نموذج حد راح من سنين السنين ودرس هناك، وكانوا بيدوا منح للدارسين، فالمنح دي تقريبا ما خدهاش، فبقى له مبلغ موجود. فالمهم، او المنح دي تعتبر هي اعتبرها وظيفه بالنسبه له، المبالغ دي المكافآت دي هي، او هو كده بيعتبر بيؤدي وظيفه، فاصبح له يستحق ان كل معاش لما كبر وعدى السن، وكان رجل اعمال وعنده بعدين حصل ظروف وراحت الحاجات، ابتدوا يدوروا له على انه ازاي يعيش، فطلعوا له معاش على خلفيه المنحه اللي كانوا هم مدينا له اصلا.
يعني مش من عنده، وادوله معاش على كده، ولما احتياجاته زادت ابتدوا يزودوا له ويسووا له الدنيا بالظبط، ولو جاله شيء من شركاته اللي كانت وقفت او كذا خلاص يقطع عنه ده، وبعدين يحسبوا لكل واحد كده. والكلام ده قلته وبعيده، لو انتوا عايزين تتكلموا عن التقدم ويعني تعملوا لنا انتوا ناس يعني هو ده، يبقى انا بحسب لكل واحد وكل مواطن في الحساب التكميلي بتاعه ده اللي ينقصه عن انه يعيش العيشه الكريمه هو واسرته، وكل ما يمكن ان يكون تطور عنده نقطع من هذا الحساب ويروح لغيره. طب الحساب ده تمويله ايه؟ تمويله اللي هو المبالغ الدعم الموجوده هيبقى من موارد الدوله، من خزانه الدوله. ده عيالك، ده مواطنينك، تمام؟ تصدق ان انت عارف المواطن الاخر اللي هو بيقبض كتير هيروح يحط في هذا الحساب عشان خاطر اخوه المواطن ممكن يكون محتاج. المواطن اللي هو محتاج اصلا لو قدر يوفر اخر الشهر 10 جنيه 20 جنيه 100 جنيه من اللي هو واخده هيروح يكمل ويحط بيه عشان يكون هذا التكافل. انت عارف الناس ما بتعرفش تعمل الايثار والحب والكلام ده ليه؟ لان كل واحد عارف انه لو رمى حاجه رايحه في مهب الريح، رايحه في البحر مش رايحه في مكانها.